فكرة بتقول ان في حد هيحميك مني؟ فاكر ان الواد صوفا بتاعك ده راجل لا سمح الله؟ لا صوفا راجل لا سمح الله، ولا عندي حد اتحمى فيه. واخرتها ايه؟ هتموتني؟ وماله؟ عشان تبقى موتت ام ولدك. وبعدين انت شاغل بالك بيا ليه؟ ولا جاي تشوف مفيدة بعد ما البلد كلها بتتكلم عنها؟ بعد ما شغلت عقله؟ بعد ما بيجي رجالتها جايمين نايمين ما بيتكلموش غير عن مفيدة وجمال مفيد؟ ما عرفتش تنام؟ بالك مشغول؟ عايز تعرف أنا بعمل إيه؟ بعمل كده وكده وكده. تحديني يا بنت انتي؟ بقول لك إيه؟ أنا مش هعمل حساب لأي حاجة. وياك تكوني فاكرة إن عبد الحكيم هيبقى بيني وبينك. أنت جيت لي يا حسن، وحشتك. مجنونة يا بت. يبقى هو ده لبنى أصلها مش زي تحسسك إنك الشاطر حسن ولا ملك الملوك. وريم عقربة اللي عيش معاها في بيت واحد يناموا عينيه مفتحة. ومش هقول لك على ريتال، هي صحة موت ولدها كسرها بس سمها لسه فيها، إنما مفيدة كانت الجنب الطيب اللي تميل عليه. قلت أروح لها غلبانة ومتكسرة ومش لاقية، وأول ما تشوفك هتترمي تحت رجليك، مش كده؟ أقول لك تعال اتفرج علي النهاردة يا حسن، هتتبسط قوي. اللي انت قلتيه ده صحيح؟ ريتال بقول لك انا مش فايقالك دلوقتي، انا مستعجله. وانا هاجي معاكي يا شهد. هتيجي معايا على فين؟ انا كلمت حسن وقلت له ان انا هنزل معاكي مصر عشان موضوع زينب. وانت عرفتي منين؟ فوزية كلمت حسن وقالت له، وهو اللي قال لي، قال ان انت نازله مصر عشان تتابعي حكايه زينب. وانت جايه بقى عشان تطمني على زينب، مش كده؟ اه طبعا، مش اختي؟ بعدين مالك فيه ايه؟ احنا مهما كان اخوات برضو دم واحد. انا مش عارفه انت ظلماني ليه كده يا شهد. انا اللي انا عملته ده عادي على فكره. تخيلي كده لو ابنك مات وراح منك هتعملي ايه؟ هتهدي الدنيا على اللي فيها. عارفه لو ابوك اللي موته مش هتسيبيه. الدنيا غالي قوي يا شهد، بكره تجربي وتعرفي. وانت بقى جايه تشمتي ولا تطبطبي؟ انا مش هرد عليكي، عارفه ليه؟ علشان اللي انا عملته خليكي تقولي اكتر من كده يا شهد. بس انا فعلا خايفه على زينب، علشان زينب مش وش حبسه ولا بهدله، دي ممكن تموت. هيا يعني انا هقعد هنا؟ بص انا عارفه ان البيت مش نظيف، بس انا هجيب لك حد يخليهولك زي الفل. اقعدي بس كده واستهدي بالله لحد ما نشوف مين عمل معاكي عامله السودة دي. هي منى، مفيش غيرها. منى دي هطم لك رقبتها، سيبيها لي. ريم انا خايفه، خايفه قوي. ما ترمينيش هنا وتمشي. يا بنت خايفه من ايه؟ البيت ده بيتي ملكي. بصي انا لازم امشي دلوقتي، لازم اروح لعادل المستشفى. مين هيقعد معايا؟ اوعي تقولي لي صوفا. لا مش صوفا، هقول لك هجيب لك زينات تقعد معاكي وتشوف كل طلباتك. اقعدي بقى كده واستهدي بالله، ما تخافيش يا بنت انا معاكي. لا انا ماليش في الحبسه دي، انا ما طقش الاوضاع دي.
أنا شكلي مش هعمر مع الراجل ده خالص. لا مش هعمر معاه. بقى كده هو؟ كده هو يا عصام باشا ما بتردش عليا وتقفل في وش السكة؟ طب أنا هوريك. ألو بنت يا سامية، قومي البسي وتعالي دلوقتي. بقول لك قومي البسي وتعالي دلوقتي، أنت هبلة ولا إيه؟ عادل، إيه اللي حصل يا عادل؟ العربية ما عرفش أتحكم فيها، تقريباً الفرامل كانت سايبة. وده كلام؟ زي ما بقول لك كده. عادل حبيبي، عامل إيه؟ إيه يا ريم؟ إيه ده؟ أنا مش قادرة أصدق، أنت لازم تتصرف، لازم يسافر بره، لازم يتعالج، لازم يرجع يمشي تاني على رجليه. اللي انت بتقوليه ده ريم، هو انت ما تعرفش اللي حصل؟ ما اعرفش ايه؟ انت مش هتقدر تمشي على رجليك دي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا لازم امشي ودلوقتي حالا يا ريم. إيه؟ لازم امشي. اهدى اهدى اهدى. انا مش هسيبك ابدا، انا هفضل معاك. انت مش طلبت ايدي قبل كده للجواز؟ انا دلوقتي اللي بطلب ايدك. ما ينفعش ما ينفعش. مش قادر. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ هشوف الدكتور حالا، ما تقلقش. هنتصرف. تعالي ما امسك. مسكين عادل، شاب وفي عز شبابه، حادثه فظيعه. بس انا بجد بجد صادقه في كل كلمه قلتها. عشان يبقى تحت ايدك، ما هو لما يتشل وتتجوزيه هيبقى خاتم في صباعك. على فكره الدموع اللي انا شفتها دي شفت زيها ألف مره، واقدر افرق ما بين الدموع اللي بجد ودموع التماسيح. اخصى عليك بجد. بس عجبتيني فعلا فعلا، طلعت اخت محرم بجد. بغض النظر ان انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه، بس انا مبسوطه ان انت مبسوط وليا طلب واحد عندك. فرحك عندي هعمله في الفيلا، وهعمل لك فرح ما حصلش.